بدنا بسم الله الرحمن الرحيم، بدنا نكمل الفصل السادس في مساق إدارة الجودة. الفصل السادس اللي بيحكي عن التدقيق، وصلنا شرحنا للسمات الشخصية للمدقق. إيش هي السمات الشخصية للمدقق؟ قلنا إنه لازم يكون، شرحنا هذا طبعا في المحاضرة السابقة، أن يكون متفتح الذهن، وأن يعمل بدون تحيز، وأن يكون لبق الحديث والمعاملة، وأن يكون أمينا وصبورا، وأن يكون منضبطا وملتزما، وأن يكون لديه القدرة على الاستماع والإصغاء، وأن يكون مقتنعا بالعمل بهذا العمل ويحبه، وله القدرة على التحليل والاستقراء. طبعا تدريب المدقق قلنا من ضمن، زي ما شرحنا، من ضمن اختيار المدققين قلنا السمات الشخصية وشرحناها. البند الثاني اللي هو قلنا التدريب المناسب هنشرحه. طبعا زي ما حكينا، تدريب المدقق، تدريب مناسب، يجب أن يحقق تدريب المدقق الآتي: أن يكون هناك معرفة وفهم تام للمواصفات القياسية. التدريب بده يفهمه إيش يعني مواصفة ISO 9001، إيش المواصفات القياسية، بده يفهمها جيدا. معرفة تقنيات التدقيق التي توضح كيفية أخذ العينات، كيف نأخذ العينات للتدقيق، لما نروح نفتش على ورق كيف من ملفات معينة، كم نموذج نأخذ، كيف نأخذ طريقة أخذ العينة، إيش المعلومات المهمة في التدقيق، كيفية التعامل مع الأشخاص المدقق عليهم من خلال أخذ دورة معتمدة في التدقيق. طبعا هذه المعرفة كلها بتتم خلال تدريب معين. ثلاثة، المهارات الإضافية المطلوبة لإدارة عمل فريق التدقيق. المدققين لازم يكون في عنده مهارات إضافية مطلوبة لإدارة عمل فريق المدققين. من ضمن الشغلات المطلوبة قلنا لاختيار المدققين مؤهلات المدقق، وقلنا مؤهلات أنه يكون عنده مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة، يعني لازم يكون ثانوية عامة فوق دبلوم بكالوريوس بعديها، بس أقل إشي لازم يكون ثانوية عامة. لازم يكون عنده مؤهلات المدقق خبرة عملية في مجال العمل اللي بيقوم فيه، ولازم يكون عنده دورات تدريبية، يعني خبرة عملية زي ما قلنا في مجال العمل اللي بيقوم فيه. يعني واحد يعني مدقق راح يدقق على شغل، لازم يكون على الأقل فاهم الشغل هذا كيف بيصير، عنده خبرة في بعض المجالات، مش كتير متعمق بس عنده خبرة في هذا المجال. دورات تدريبية في مجال التدقيق لنظم الجودة، وأن يجتاز الامتحانات الخاصة بها، زي ما حكينا سابقا لازم يأخذ دورة في التدقيق لنظم الجودة، وأن يجتاز الامتحان الخاص بهذه الدورات. يجب أن يكون قد اكتسب القدرة على أداء التدقيق من خلال تنفيذ فعلي لعمليات تدقيق سابقة، يعني لازم يكون دقق على عمل تدقيقات سابقة تحت إشراف مدققين معتمدين. لازم يكون اكتسب خبرات أو قدرات على أداء التدقيق من خلال تنفيذه لعمليات تدقيق سابقة، يعني بنفعش يروح يدقق فجأة، لازم يمشي يتدرب تحت إيد مدقق معتمد، ياخذ خبرة، ينفذ عمليات تدقيق تحت إيدين مدققين معتمدين، وبعد هيك يدخل على مجال التدقيق. يجب أن يكون له القدرة على التعبير عن أفكاره ومفاهيم النظام شفاهية أو كتابة، يعني لازم لما يكتب تقرير يعرف اللي قباله يقرأ التقرير، لازم لما يحكي فكرة يقدر يوصل الفكرة هذه للشخص اللي قباله، لما يسأل سؤال سؤال يكون واضح ويوضح إيش المقصود من هذا السؤال، يعني له القدرة على التعبير عن أفكاره كمدقق ومفاهيم النظام شفاهية أو كتابة، أنا بالجهتين إما بالكتابة أو بالشفاهية. هذه الشغلة مهمة جدا. في عندنا مراحل لعملية التدقيق. عملية التدقيق عملية زي باقي العمليات اللي حكينا عنها من الفصل الأول لليوم. العملية لها مدخلات ومخرجات وضوابط وإيش وموارد، وإلها متطلبات الزبون اللي قبل ومتطلبات الزبون اللي بعد، لازم يكون راضي. هنعتبرها عملية، هنعتبر عملية التدقيق عملية. عشان أي عملية تنجح، قلنا مفهوم إدارة العملية بمفهوم توكيد الجودة وضمان الجودة، قلنا لازم يكون في تخطيط في البداية، ولازم يكون أي عملية تبدأ بالتخطيط بتنجح. فعملية التدقيق عشان تنجح لازم تمر بمراحل. المراحل هذه أول شيء مرحلة التخطيط، اثنين مرحلة الإعداد، ثلاثة مرحلة التنفيذ، أربعة مرحلة كتابة التقارير والمتابعة. يعني أول شيء تخطيط، إعداد، تنفيذ، كتابة تقارير ومتابعة. طبعا جميع أنواع التدقيق تمر بالأربع مراحل هذول. أول شيء مرحلة التخطيط، نحكي عن مرحلة تخطيط عملية التدقيق. تحتوي
عملية التخطيط على العمليات الفرعية الآتية. أول شيء توضيح الهدف ومجال التطبيق، يعني قلنا أول شيء شرحناه هذا قبل هيك، قلنا أي عملية تطبيق لها هدف ولها مجال ولها معايير. الهدف قلنا الهدف من التطبيق إما المطابقة أو الفعالية أو التحسين زي ما حكينا سابقا. الهدف من عملية أي عملية تطبيق اللي هي مطابقة، تأكد من مطابقة النظام لمتطلبات المواصفة، والفعالية أن يحقق النظام الأهداف المرجوة، والتحسين أن يكون نظام قابل للتحسين. ومجال التدقيق قلنا الحدود، وين بندقق إحنا؟ بندقق على المشتريات، يعني إحنا بس بندقق على المشتريات، مروحش ندقق على قسم تاني إذا كان مجالنا المشتريات. أما إذا مجالنا كل المؤسسة بندقق على كل إشي في المؤسسة. إذا عندنا فروع إحنا بندقق على فرع غزة، مينفعش ندقق على فرع رفح إلا إذا كان مجال التدقيق يغطي الفرعين. يبقى أول شغلة في مرحلة التخطيط توضيح الهدف ومجال التدقيق. الشغلة الثانية توضيح دورية التدقيق، يعني كل قديش في الخطة بدي أقول هذا القسم بدي أدقق عليه مرتين في السنة أو 3 مرات في السنة، يعني كل قديش، أو هذا في شهر 6 وشهر 7 وشهر 12 بدي أدقق عليهم، أو شهر 1 و6 و12 دورية التدقيق وقتش يتم التدقيق. الشغلة الثانية بدي أحدد معايير اختيار المدققين وتدريبهم واعتمادهم في التخطيط. بدي مين هو الاختيار، كيف بدي أختار المدقق؟ القسم هذا بده شخص مناسب له، ايش المعايير المطلوبة لاختيار المدقق اللي بده يروح يدقق على هذا القسم، وايش التدريب المطلوب، وكيف بده يعتمده هذا الشخص. تحديد فريق التدقيق اللي بده يكون معاه، اذا كان 1 ولا 2 ولا 3 بده يكون مهم، والوقت المطلوب لتنفيذ عملية التدقيق، هذا كله بده يكون ضمن الخطة لسه قبل ما اروح ادقق وانا لسه في مرحلة التخطيط. مرحلة الإعداد بدنا نعد، يعني خططنا للتدقيق وعملنا الشغلات المطلوبة في التخطيط للتدقيق، بدنا نروح بدنا نعد لعملية التدقيق لسه قبل ما ننفذ في مرحلة الإعداد. الغرض من هذه المرحلة هو ضمان القيام بتطبيق عملية التدقيق في الموقع بشكل فعال من خلال الآتي، يعني عشان بدي أعد جيدا عشان لما أروح أدقق يكون ضمن الخطة وضمن الإعداد السليم، يسهل علي عملية التنفيذ بشكل فعال من خلال الآتي. عشان أعد عملية التدقيق أول شغلة بدي أراجع الوثائق، يعني قبل ما أروح على قسم أدقق عليه بدي أشوف الوثائق اللي هو بيستخدمها، أفهم شغله، أدرس عملية اللي بيشتغل عليها قبل ما أروح له، بتكون الورق مبعوث لي عندي، يعني لو بدي أروح على المشتريات بدي يكون إجراء المشتريات بين إيدي، أطلع كيف هو بيشتري، كيف بيعتمد موردينه، كيف بتمم عملية الشراء، كل الإجراءات اللي بتتم بدي أدرسها، بدي أراجع الوثائق جيدا. وبعد ما راجع الوثائق جيدا بدي أعد قائمة الأسئلة من الورق اللي بين إيدي، من الوثيقة اللي بيشتغل عليها هو بين إيدي. بدي أمسك إجراء المشتريات اللي هو بيشتغل عليها على سبيل المثال، أعد قائمة أسئلة التدقيق، يعني بدي أحضر أسئلتي قبل ما أروح، بدي أكون أنا مجهز الأسئلة اللي بدي أسأله له في إطار المشتريات قبل ما أروح. لو رحت على المبيعات بدي يكون إجراء المبيعات عندي محضر الأسئلة على المبيعات. لو بدي اروح على القبول والتسجيل بدي افتش في جامعة، بدي اشوف كيف هم بيشتغلوا، بدي اشوف اجراءاتهم تكون عندي مسبقا، اطلع عليها راجعها واعد قائمة الاسئلة وفقا للاجراءات اللي بين ايدي. بدي اعد قائمة اسئلة التدقيق بالتفصيل. بعد هيك بدي احط خطة تفصيلية لتنفيذ الانشطة للتدقيق بالموقع بحيث توضح العمليات المدقق عليها والاشخاص ومواعيد التدقيق. بدي احط بناء على القائمة اللي عندي، انا عندي عملية التدقيق بدها تتم في 3 ساعات، بدي أوزع ال3 ساعات، الأسئلة تبعتي هذه مناسبة لل3 ساعات. بدي أحط خطة تفصيلية للتنفيذ بالموقع، يعني بدي أبين عملية العمليات المدقق عليها، بدي أشوف اختيار الموردين بدي فيها نص ساعة، بدي أشوف كيف بتم عملية الشراء بدي فيها كمان نص ساعة، بدي أوزع الوثائق اللي بين إيدي وقائمة الأسئلة بدي أوزعها على أوقات وأشوف هذا بدها كيف العمليات، بدها كم واحد يدقق عليها وكم دقيقة وإيش الشغلات المطلوبة للتدقيق عليها. بدنا نروح على المرحلة اللي بعد هيك، مرحلة التنفيذ. يعني صرنا مخططين، خططنا وعدينا لعملية التدقيق وجهزنا الأمور كلها، الحين المستندات عندي جاهزة وأنا عارف إيش بدي أروح أسوي. مرحلة التنفيذ، الغرض من مرحلة التنفيذ هو تحديد مستوى تطبيق ما جاء بنظام الجودة الموثق للمنظمة ومدى فعالية هذا التطبيق من خلال جمع الأدلة.
يعني بدي اروح اشوف هل هم بنفسه المكتوب اللي انا شفته، هم كاتبين بيعمل 1 2 3 4 في اجراء المشتريات، وكاتبين بيعملوا 1 2 3 4 في اجراء الخدمات، و1 2 3 4 في اجراء المبيعات، و1 2 3 4 في اجراء الانتاج. هل اللي كتبوه هذا بتنفذ فعلا حسب ما هو مكتوب؟ الغرض من مرحلة التنفيذ هو تحديد مستوى تطبيق ما جاء بنظام الجودة الموثق، يعني وثيقة الشراء أو وثيقة المبيعات أو وثيقة الإنتاج، الإجراء نفسه، هل اللي مكتوب بنفذ؟ ومدى فعالية التنفيذ؟ يعني هل هو بتطبق؟ وهل هو فعال؟ إحنا قلنا التطبيق إشي والفعالية إشي تاني. التطبيق إن أنا بطبق اللي انكتب، الفعالية هل اللي انكتب واللي اتطبق يحقق الأهداف المرجوة، يعني إجراء الإنتاج الهدف منه أن أنتج منتجات سليمة وكويسة في الوقت المناسب. أنا طبقت الإجراءات صح، لكن هل كل المنتجات كانت سليمة؟ هل تنتج في الوقت المناسب؟ فيش مشاكل في العملية الإنتاجية؟ يبقى مدى فعالية هذا التطبيق من خلال جمع الأدلة، بروح بتأكد إنه فعلا هم بطبقوا، بطلب منهم مستندات، بطلب منهم الأوراق التنفيذية، إنه كيف بتنتج، كيف بتبيع، كيف بتشتري، بشوف المستندات اللي عندي اللي كانت مذكورة في الإجراء هل تنفذ أو لا تنفذ، وبقيم هذه الأدلة اللي بشوفها بعيني، بشوف هو بيشتغل صح، لازم يكون شغال طبعا، بشوف هل شغله يطابق المكتوب ولا لا يطابق المكتوب، وبحدد نتائج التقييم. طبعا تشمل مرحلة التنفيذ الآتي، في عندي مراحل. أول شيء لما أروح أنفذ أول شغلة بعملها بعمل اجتماع افتتاحي مع القسم اللي رايح أفتش عليه عشان أزيل الخوف من عنده، يعني بقول له إحنا جايينك ندقق عليك عشان مصلحتك، الهدف منه تحسين مش هدف منه صيد الغلط. فلازم يكون في اجتماع افتتاحي يهدف إلى كسر الخوف بين المدقق والمدقق عليه. 2، براجع مدى تطبيق وثائق نظام الجودة من خلال اختيار عينات زي ما حكينا، بدنا نشوف على الواقع هو الواقع يلائم المكتوب ولا لا، باخذ عينات من الواقع بشوف، وبتم فحصها عن طريق الأسئلة والملاحظة ومراجعة السجلات الموجودة، وبشوف والأدلة، وبشوف فعلا هل هو يطابق الوثائق المكتوبة ولا لا يطابق. بعقد لقاءات دورية من خلال فريق التدقيق، بتأكد فعلا إن كل الأمور ماشية كويس، بعدين بشوف إيش في عدم مطابقات أو فيش عدم مطابقات، بعدين بعمل اجتماع نهائي في نهاية التدقيق بوضح له نتائج التدقيق، نتيجة التدقيق إيش طلع معايا، وبقول له إنه أنت مبروك كان كل شغلك كويس، ولا بقول له إنه كان عندك عدم مطابقات، في عندك مشاكل. ولازم دائما أبدأ بالإيجابيات قبل السلبيات، وأعطيه التوصيات اللازمة والقرارات اللي طلعت معايا في عملية التدقيق. آخر مرحلة من مراحل التدقيق مرحلة كتابة التقرير والمتابعة، والغرض من هذه المرحلة هو طبعا يعني بدي أكتب تقرير، أروح بعد ما خلصت أنا عملية التدقيق وسجلت ملاحظاتي وبلغته بالنتائج، بدي أكتب تقرير بدي أسلمه لهم للمؤسسة اللي أنا رايح أدقق عليها، أو للقسم إذا كان تدقيق داخلي اللي رايح أدقق عليه، بدي أكتب تقرير في النهاية. التقرير هذا الغرض منه إعداد وتقديم ملف كامل موثق عما حدث في عملية التدقيق، الغرض من مرحلة كتابة التدقيق التقرير والمتابعة، كتابة التقرير الغرض من هذه المرحلة هو إعداد وتقديم ملف كامل موثق عما حدث في التدقيق، يعني بسلم ملف بالأسئلة وبالأدلة وبالنتائج، وإذا كان في عدم مطابقات موجودة بعد ملف متكامل موثق عما حدث في التدقيق، بقدم تقرير موثق ورسمي عن النتائج والانطباعات والتوصيات لفريق التدقيق، وعندما يتم تحديد إذا في صار في حالة عدم مطابقة أثناء التدقيق اكتشفتها يتم تقديمها في التقرير، ويتم تقديمها في التقرير فإن مسؤولية المدقق عليه متابعتها وتحديد الأسباب الجذرية. طبعا مسؤولية المدقق عليه لما نسلم في التقرير حالة عدم مطابقة، مسؤولية مين إنه يحلها؟ مسؤولية المدقق عليه مش مسؤولية المدقق، مسؤولية المدقق إنه يكتشفها، مسؤولية المدقق عليه الجهة اللي تدقق عليها إنها تتبعها وتحدد الأسباب الجذرية اللي خلت هذه الحالة تحدث، ونحل الأسباب الجذرية اللي هي اتخاذ الإجراءات التصحيحية والاتصال بالمدقق وإخباره بهذه الإجراءات لإغلاق التقارير المتعلقة بهذه الحالات. يعني مسؤولية المدقق اكتشاف حالة عدم مطابقة، مسؤولية المدقق عليه متابعتها وتحديد الأسباب الجذرية، يعني يدرس ليش صارت معاه المشكلة ويتخذ الإجراءات التصحيحية، مسؤولية اتخاذ الإجراءات التصحيحية عليه اللي هي على المدقق عليه، والاتصال بالمدقق بعد ما يخلص بتصل بالمدقق
وبيخبره إيش الإجراءات اللي سواها لإغلاق هذه عدم المطابقات، وإيش اللي سواه، وهل انحلت. يجي المدقق يشوف انحلت ولا ما انحلت إيش. بهيك بنكون إحنا خلصنا الفصل السادس اللي هو التدقيق لمساق إدارة الجودة، وبنكون خلصنا المادة المتعلقة بهذا المساق لفصل لمساق إدارة الجودة. نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإحنا جاهزين لأي استفسارات على الموقع، وإن شاء الله بنناقشها معكم تباعا بإذن الله.